الاثنين. حياكم الله من جديد مشاهدينا. يعد دخول المرأة السعودية للمجالس البلدية من خلال الترشح عبر مراكز الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة الحدث الأكثر بروزا في الماراثون الانتخابي في المملكة، للمرة الأولى التي تشارك فيها المرأة ناخبة ومرشحة، حيث أن نسبة المشاركة وفرصها في حصد المقاعد والأداء المتوقع منها ونجاحها في إثبات قدرتها على صنع القرارات الوطنية والمساهمة فيه وتحقيق نتائج إيجابية تصب في مصلحة مجتمعها من خلال العمل في المجالس البلدية المختلفة. طبعا مشاهدينا لنتعرف أكثر عن هذا الموضوع بالتأكيد حتنضم لينا الآن، قطع الاتصال، هنعود الاتصال مرة أخرى على الدكتورة فردوس الصالح عضو في مجلس الشورى. يعني فعلا الانتخابات البلدية مرة مهمة في هذا الموضوع. طبعا انضمت لنا مشاهدينا الدكتورة فردوس الصالح عضو مجلس الشورى. أسعد الله مسائك دكتورة فردوس. السلام عليكم. وعليكم ورحمة السلام. الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وأوقاتك أيضا دكتورة فردوس. يعني سمح للمرأة بالمشاركة في المجالس البلدية كناخبة ومرشحة أيضا، يعني هذا رصيد أضاف إلى المرأة خلال السنتين، ماذا تعني لك مشاركة المرأة في الانتخابات والمجالس البلدية؟ في الحقيقة أنا ودي أني أقول كلمة أنه الانتخابات هي دعوة لكل سيدة وابنة وأم وزوجة وجدة وخالة وعمة، هذا أنا أتكلم من الناحية النسائية. فدورنا يكمن في التكاتف كالبنيان المرصوص نساء ورجالا لصنع الأفضل. صحيح. نشارك في هذا الفرصة ونستثمرها والتي منحها لنا أولي الأمر حفظهم الله وسدد خطاهم. كانت لي الفرصة في حضور الخطبة الملكية لخادم الحرمين الملك عبد الله رحمه الله، يوم أن أبلغنا بأنه سيكون هناك أعضاء نساء في مجلس الشورى. والخبر الجميل أيضا كان وقتها أنه هيكون في أيضا مشاركة للمرأة في المجالس الأدبية في المجالس البلدية. فكنا ونحن حضور كنساء كان هذا حلم، حلم هل حيتحقق أم لم يتحقق؟ فالآن أصبح هذا الحلم حقيقة، وهي مؤشر جوهري للتنمية الاقتصادية للعالم حتى يشترك جميع المواطنين في خدمة هذا الوطن المعطاء. وأتمنى أن لا يكون هناك تقاعس ولا سلبية ولا في التواصل في هذا الأمر، وأن نشارك جميعنا في الانتخابات، وهذا لضمان لمستقبل أبنائنا وأحفادنا وما هو مطلوب وأعطانا يا أولاة أمرنا للاستفادة من هذه الفرصة. فقد كان حلم وأصبح الآن حقيقة ملموسة مؤكدة. صحيح بالتأكيد. دكتورة فردوس، برأيك ما هي أفضل الأساليب اللي حتساعد المرشحات أو المرشحين في نجاح برامجهم الانتخابية؟ في الحقيقة هنا لابد أني أنا أطرح موضوع مهم جدا، وهو أنه الآن جميع المواطنين يتطلعون نساء ورجالا لهذه الانتخابات بأن يسهم المنتخبين والمنتخبات من المواطنين لتحقيق طموحاتنا. صحيح. وآمالنا على أرض الواقع وإحداث تنمية حقيقية من خلال القيام بدورهم وفقا لما حددته أيضا نظم ولوائح المجالس من صلاحيات والمشاركة في صنع القرار والعمل على متابعة هذه القرارات وتجويد آليات، فهو واجب وطني يفرضه حب الوطن وحق للمواطن. أنا كمواطنة يحق لي هذا حق من حقوقي حتى يعزز الانتماء والمساهمة في المسيرة التنموية. ومن هنا أنا أطرح أيضا نقطة مهمة جدا، أنه صوت المواطن أمانة يعطى وفق معايير لابد أن تتوفر في المرشح، ومن أهمها مثل ما تفضلتي هو وضوح برنامجه الانتخابي ومدى قدرته على تحقيق تطلعات الوطن والمواطن في خدمات تطويرية وشاملة. وأنا متفائلة جدا جدا
في نجاح هذه الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة إن شاء الله. وأتمنى وتفاعل جميع المواطنين في الترشيح وفي أن يكونوا كناخبين وكمرشحين سواء من إخواننا أو أخواتنا المواطنات. والشيء اللي أنا أود أني أنا أقوله في هذا المنبر إنه المرأة كانت مشاركة في جميع المسارات في الوطن وبالتالي عندما تشارك في المجالس البلدية فهو نتاج لدورها الهام في المجتمع مع حفاظها على هويتها الإسلامية. ساهمت في أدوار كثيرة، أصبحت عنصر أساسي مثل ما أشوف الآن أنا في هذه الصور التي تعرضونها في أنها ساهمت في جميع المسارات. فأتمنى أن تكون في خلال تواجدها كناخبة ومرشحة، وهذا تأكيد أكيد على الوعي الكامل بدورها المجتمعي. بالتأكيد. الله يعطيك ألف عافية على هذه المشاركة دكتورة فردوس الصالح عضو مجلس الشورى. أتمنى طبعا للمرأة السعودية فعلا كل التوفيق في التصويت. وأنا أتمنى أيضا أضيف كلمة لو سمحتي، أن نستفيد من التجارب الإقليمية وما يتناسب مع مجتمعنا. ونشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله في دعم دخول المرأة ودخولها بهذه القوة، بحيث أنه لم تكن هناك أي ضوابط وإنما كان في دافع للمرأة في أن تقدم. وإلى جانب أخيها كناخبة ومرشحة لنختار من فيه القدرة على النهوض بالخدمات البلدية، وأن نكون أصواتنا هي أمانة. أنا أكرر أنه أصواتنا لابد أن تكون أمانة. الله يعطيك ألف عافية دكتورة فردوس. يعني حكومتنا الرشيدة فعلا دعمتنا ودعمت المرأة السعودية، ولكن هنا دور المرأة السعودية في أنه فعلا تحقق النجاح والإنجازات، وهي فعلا أثبتت جدارتها لاستحقت هذا. شكرا جزيلا لك دكتورة فردوس. شكرا جزيلا، وأتمنى التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أكيد تتم الصالحات، فهذا هو الحمد لله أنه الآن بدأ ظهور المرأة في جميع المسارات. شاكرة لكم. شكرا لك. وبالتوفيق للجميع. شكرا لك. شكرا.